السلام عليكم لي زامي احبائي احباتي عزيزي عزيزاتي ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من الجزء الرابع في تعلم البيانو بالدارجه. هذا الجزء الرابع مهم بزاف. علاش؟ غادي نخدموا لي غام من دو حتى لسي. واذا كانوا عندك لي غام راه عندك البيانو، ولكن كنصحكم باش تخدموهم كل نهار على الاقل 30 دقيقه. شحال من واحد كنت كنعطيه ريكور ديال البيانو سواء كان بروفيسيونيل ولا كان ديبيتون، كنلقى عنده مشكل تاع لي غام، كنلقاه كيلعب ديما اما في الدو اما في المي اما في لا، ما كيعرفش يترونسبوزي. علاش؟ حيت مولف كيلعب غير في واحد لا غام ولا جوج. ويلا مشيتي تتعلمتي غير غام وحده ولا جوج راه هزه كلامه. فلهذا كنصحكم تخدموا لي غام وبجوج يدين. ودابا يلا نبداو تسويت ابخي هاد الانترو 1 2 3 Music, music, music at the pool. La gamme ديال الطو لعبناها في الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. دابا غادي نلعبو لا gamme ديال الري ولا gamme ديال مي ولا غاب ديال فا ولا غاب ديال سول لا ديال سي. بيان سور ما غنلعبوش هاد لا غاب تاع الضو حيت ها هي كيلاله. اوكي، كيما قلت لكم لا غاب ديال الضو هي هادي. وبلاص رياق جوج لاغاب ديال الغي كتكون فيها غي مي فا دياز سول لا سي دو دياز اي غي. بلاسريا غي مي فا دياز سول لا سي دو دياز غي. دابا غادي نلعبهم لكم بجوج، ولكن حضيو مع لي بوزيسيون ديال لو تخوازيام ديال ليسريا وديال ليبريا. غتعرفوا راسكم لعبتوها صحيحه الى طحتوا باليسريه الصبع الاول وباليمنيه الصبع الخامس. دابا غنوريكم كيفاش كترجعوا. انا عاوتاني اخر نوطه لعبتها بصبع الان اليسريه كذلك. بجوج دابا غادي نمشي لكم لا غام ديال المي دو غي مي. كيفاش كنرجعوا بها؟ هكذا
الغشية. دابا بجوج يدين هادي لا غام ديال بي دابا نمشيو لا غام ديال فا بالغشية رجعوا بها دابا لا غام ديال سول دو ري مي فا سول دابا بالكوشية دابا الصول رجعوا بها دابا لا غام ديال لا دو ري مي فا سول لا بالكوشية لا بجوج دابا لا غام سي دو ري مي فا سول لا سي
دابا بالكوشية. باب زوج اهم حاجه اللي خصكم تعرفوها هي لاكاب ديال الضوء كيكون فيها كلهم بيضين لاكاب ديال غي فيها جوج كحلين اللي هما فا دياز و دو دياز لاكاب ديال مي فيها اربعه ديال دياز لاكاب ديال فاق فيها واحد دياز ولاكاب ديال صول فيها واحد ديال دياز لاكاب ديال لا فيها ثلاثة ديال دياز ولا كاب ديال سي فيها كاع لي دياز اي فوالا سيداتي وسادتي كنتمناكم تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله في هذه الحلقه وكنتمناكم تخدموا لي كام تعاودوهم واحد على الاقل واحد نص ساعه في النهار باش تولود صباعك يمشيو كيطيروا في البيانو وكيطيروا في لي كام يلا غادي نخليكم هذه الساعه هذه ان شاء الله الحلقه الجايه وما تنساوش ليا لي سبسكرايب ولي بارطاج ولي لايك كوم سا تعطوني واحد لينيرجي صحيح ونكملوا في هذه الحلقات ان شاء الله حتى ترجعوا دي بيانيست بروفيسيونيل سيداتي وسادتي الله يعاونكم والى الحلقه القادمه ان شاء الله Music at the